صباح الورد والفل والياسمين، كيفكم يا أحلى متابعين؟ اليوم دخلنا وبقوة على المطبخ. اليوم عندي عزومة، فحبيت هيك أشارك معاكم عزومتي، لأنه بدنا نعمل أشياء كثير سهلة وبسيطة وزاكية. وهسه شايفين الساعة عندي 2:30، وإحنا أذان المغرب تقريبا على الساعة 7:10، لأنه أنا مجهزة أشياء من امبارح من بعد السحور، جهزت بعض الشغلات، فعشان هيك ظليت نايمة صراحة. ما صحيت إلا على 2:00، فيدوب إنه قمت صليت الظهر وقرأت قرآن يعني تقريبا صفحتين، وبعدين حكيت خليني أبلش، لأنه دائما إذا فتت على المطبخ ما بطلع إلا على أذان المغرب، هاي معروفة يعني. فهون عندي استعنت بدفتري وقلمي، شايفين استعنت فيهم عشان أكتب شو الأشياء اللي بدي أعملها، ومن أي ساعة لأي ساعة، قديش بدها وقت، يعني كل هاي الشغلات بحب أكتبها كتابة، بحس إنه أحسن يعني. وبس أول شي في عندي أنا مبارح، بس بدي أفرجيكم الثلاجة، شايفين الثلاجة كيف محجوقة عادي، يعني كل ثلاجاتنا أتوقع، يعني كل ثلاجاتنا برمضان بتكون زي هيك. فمبارح عملت عصير تمر هندي، شايفين عملته تقريبا بعد السحور عشان أعرف إنه أذوقه هيك. وعملت كمان أفرجيكم هون الكركديه، عملت عصير تمر هندي وعصير كركديه. ما عملته معاكم بالتفصيل لأنه أنا قبل فيديوهين تقريبا أو أكثر عملت معكم، فإذا ما شفتوه يلا روحوا شوفوا وارجعوا لي هون. وهنا عندي امبارح كمان، اخ يا ربي عزقت الثلاجة، جبت عوامة زاكية، مين بيحب العوامة؟ شايفين عندي الجاج امبارح نظفته وغسلته، وشايفين وحطيت عليه بهارات، بس بهارات خفيفة جدا جدا جدا، يعني ما كثرت. هي بلشت الثلاجة تزمر، اصبروا شوي، نعود. شايفين وهنا عندي امبارح جبت خضرة وهيك، فعندي هذا البقدونس، شايفين نقيته وقسمته، شلت الأعواد الكبيرة ونظفته، الأصفر والأشياء الهاي اللي مش بقدونس شلتها، يعني نقيته كامل، جبت ثمتين. أكيد عرفتوا يعني بقدونس كثير معناته رح تكون تبولة. بعتذر منكم على صوتي، يمكن مبين علي تعرفوا الصيام وهيك، وحبيت اصور لكم زي اللايف، يعني ما اسجل لكم بعدين تسجيل عشان تكونوا معي اول باول يعني. وبس طبعا انا لما ابلش بالعزومة اول شيء لازم البيت عندي كل يكون نظيف، واهم شيء الجلي، لانه المطبخ كثير يعني بصير فيضانات اثناء الطبخ، فدايما حاولوا سيطروا على الموضوع يعني. فهنا عندي المطبخ نظيف ما في اي شيء، ولمعت كل شيء وما ظل عندي ولا اي شيء، شايفين حتى الزريعة ساقيتها امبارح. وهنا كان عندي غسيل، نزلت الغسيل وكويت اللي بده كوي، شايفين لانه دايما الواحد بعد العزومة بيكون كثير تعبان. شايفين وهنا عندي الغرفة الثانية، هاي كلها تلمعت وكل شي تمام. هون شغلت التلفزيون، شايفين على صورة البقرة، بس هو بيعطي صوت بس من دون صورة. يلا هسه خلينا نرجع على المطبخ، لانه اليوم رح يكون اكثر شي بالمطبخ. تعالوا معي. اول شيء رح ابدا بالمقبلات اللي هي التبوله، بعدين ببلش بالطبق الرئيسي. تمام، فعندي اول شيء البقدونس حطيته بالمفرمه الخضار هيك، يعني اسرع واسهل، بس لا تظل كبسين على المفرمه كثير يعني، بس كبسي الكبستين وخلاص، بس انه ينفرم ناعم شوي. وعندي البرغل الناعم رح احط منه نص كوب واضيف عليه مي سخنه، وكمان عندي الخيار وحبة بندورة، بس لا تكثروا بندورة. وحطيت كمان قطعتين من الخس، بيعطي طعم كثير زاكي، والبصل الأخضر. رمضان تجلى وابتسم تيجوا تبلشوا تعملوا الأكل، دايما اعملوه بنية إفطار صائم، تمام؟ هيك بتاخذوا أجر، والله بيسر لكم أموركم، بسهل حتى الطبخة، حتى شغلكم بالمطبخ بيصير أسهل.
وطول ما انتوا بتشتغلوا احكوا التسبيح وهيك يعني والاستغفار بصوت عالي، حتى دائما احكوا ملائكة العون اعينوني. رمضان تجلى وابتسم طبال العبد اذا اغتنم، ارضى مولاه لمن التزم طبال. خلصت التبوله كامله شايفين صارت جاهزه عندي هون، البرغل صار جاهز كمان، منقوعه جاهز تمام. هسه رح اضيفه. طبعا انا هنا لما بعمل التبولة قبل بوقت ما بخلطها مع بعض عشان ما تذبل وتبين هيك فريش، لازم تخلوها زي الطبقات زي ما شفتوا، كل طبقة لحال. عندي التقديم كله بقلبه مع بعض وبضيف الدريسنج اللي هو دبس الرمان و اللهم صل محمد، وهو عصير الليمون والملح. هسه ما بضيفه ولا اي اشي تمام، بس حطوا البرغل على الوجه وغطوها وحطوها بالثلاجة لوقت التقديم. طبق صار جاهز تمام. هاي عندي كمان المطبخ كله نظيف، انا بشتغل اول باول عشان يظل طول الوقت نظيف عندي ما ينعجق. عندي هسه حطيت لكم هيك جميع المكونات عشان تعرفوا شو راح اعمل. اول شيء الدجاج الشيء الرئيسي يعني، وعندي الرز لسه ما نقعته، وكمان عندي البطاطا، بطاطا 3 حبات كبار قطعتهم هيك قطع كبيره. وطبعا انتوا اذا بدكم تقللوا كميه البطاطا قللوا زي ما بتحبوا. وعندي البصل والثوم وزنجبيل ولبن، وعندي هاي البهارات كامله حطيتها هيك كامله عشان ما انسى ولا اي شيء تمام. اكيد عرفتوا الاكله اللي هي الزربيان، انتوا معي عشان نشوف الخطوات بالتفصيل. خطوه بنجيب طنجر على الغاز، بنحط فيها الزيت، ولما يحمى تماما بنزل عليه البصل. شايفين يعني لازم يكون الزيت كثير ساخن. هسه بنخليه على الغاز لما يتحمر لونه ويصير بني او ذهبي غامق. شايفين هيك صار البصل مايل للبني شوي، شايفين هيك بصير جاهز. بنجيب صحن عليه فويل عشان يسحب كل الزيت، وبعدين بنخلي البصل يبرد تماما. هسه بنيجي للخطوة الثانية. اول شيء شايفين البصل بعد ما برد بناخذ نص الكمية تقريبا، بنخلي نص الكمية لبعدين عشان نحطها بالرز. شايفين بعدين بحط عندي البهارات، في عندي كزبرة بحط هيك شوي، اذا عندكم كزبرة مطحون كمان بيضبط. بحط شوي من الكركم يعني تقريبا مقدار معلقة صغيرة او اكثر شوي، ملح طبعا انا بعرف يعني قديش المقدار اللي بدي اياه فما بعاير يعني بالمعلقة، قرفة مطحون او ريحة هاي التتبيلة عن جد بتشهي. وفي عندي حبتين من الهيل، الكمون، عندي شوي من الفلفل الاسود، وثلاث معالق او 4 معالق من اللبن، وعندي هاي اضافة من عندي اللي هي العسل. يعني هو الاصل ما بيحطوا له عسل، بس انا هيك يعني اجتهاد شخصي حطيت شوي من العسل. ثوم المهل، يعني احنا ناخذ مقدار معين بس تمام. الزنجبيل، المكونات بنخلطهم مع بعض. شايفين هيك عملت التتبيلة. هسا رح انزل الدجاج واخلطهم مع بعض لما التتبيلة كلها تكون على قطع الدجاج. هيك بيعطي نكهة غير شكل. وبعدين الدجاج بالتتبيلة تقريبا من 5 لـ10 دقائق. الخطوة اللي بعدها جبت انا عندي طنجرة حطيت فيها الزيت اللي قلينا فيه البصل تمام، وبعدين بنزل عليه ورق الغار والقرفة العيدان تمام.
نخليهم شوي لحتى يحمى الزيت. شايفين طبعا الريحة ما بحكي لكم قديش بتشهي. هاي بلش يحمى الزيت، هسا بنزل الدجاج اللي تبلته، بنزله مع التتبيلة. طبعا لازم الدجاج يكون ما في عليه جلد، فايدينا نظيفة وكل شيء تمام. عيني على طشة الزيت غير شكلها، لازم يتقلب كثير كويس. شايفين بعد ما بلش يتذبل الدجاج بنزل البطاطا، بخلطهم مع بعض. انتو زي ما حكينا بتقدر تزيد البطاطا او تنقصوا زي ما انتو بتكون. هسه بنوطي عليهم، طبعا ما بنحط مي الا اذا حسينا انه قلت بنزيد شوية مي، بس مبدئيا انا مش رح ازيد. بقلبهم مع بعض وبغطي عليهم وبوطي الغاز. شايفين هي بلش يذوب الدجاج والبطاطا بهالشكل. هون حطيت مي عشان اسلق الرز، حطيت بالمي شوي من زيت اللي قليت فيه البصل وورق غار وهيل وقرنفل، وحطيت الملح. وهسا بلشت تغلي المي، رح انزل الرز، وبعد الرز لازم يستوي يعني اكثر من نص الاستواء. لما تتفتح الحبة وتصير طرية بيكون جاهز، يعني ما يكون جاهز تماما لا، لانه رح يستوي كمان مع الدجاج والبطاطا، فتقريبا ثلثين استواء يعني. هاي شايفين الرز متفلفل غير شكل، طبعا لسه هو مش مستوي، بس بما انه شايفين بلش انه هيك يعني يكون طري، خلص بيكون جاهز نوعا ما يعني. هون عند الطنجرة فيها البطاطا والدجاج، شايفين غير شكل. وهون كمان حطيت، يا سلام البخار. هون حطيت كمان القهوة السادة. شايفين استوى وصار غير شكل. هسه ببلش انزل الرز. رمضان تجلى وابتسم طبقة البصل. ونرجع بنكمل الرز الطبقة اللي بعدها. شايفين هيك الرز استوى، شايفين ما احلاه، كل حبة حبتها، شايفين غير شكل. هسا بعد ما يخلص، طبعا انا مهدي النار على الاخر، حاطه على العين هاي، حاطه فحم عشان افحم الرز. بس قبل هيك جبت صحن حطيت فيه ماء ورد ولون اصفر، اذا ما عندكم لون الاصفر حطوا زعفران، يعني الواحد بيقدر يستخدمه على الاكل. تمام هيك، بعدين بغطيه 5 دقائق. رمضان تجلى وابتسم جنب الاكل. رح اعمل الدقوس، هو اصلا بنعمل بجنبه البسباس العدني، بس انا صراحة ما عرفت يعني، فحكيت خلص بعمل الدقوس. بدنا بندورة بنحطها بمفرمة الخضار، ودبس فليفلة حلوة ما يكون حار، عملته معاكم اذا بتتذكروا، والملح وليمون، نخلطهم مع بعض. بعدين هون جهزت الاشياء اللي بدي اخذها معي، اخذتها في حافظات الطعام، البندورة والتبولة والخس والاشياء اللي بدي ازين فيها التبولة، من بندورة لجزر لخيار، وكمان قليت الفستق وحطيت زبيب
وهاي الصحن الأكل اللي قدرت أصور لكم إياه، غير هيك صراحة ما قدرت. هاي كانت عزومتي لبيت حماي لأهل زوجي يعني، هاي اللي قدرت أصور لكم إياه، ما قدرت أكثر من هيك لأنه كان الطبخ عندي بالبيت، بس الأكل والقعدة وهيك عند بيت حماي الله يحميهم يا رب ويحفظهم. قعدنا وانبسطنا كثير وكان الأكل خرافي غير شكل. بتمنى تجربوا هاي الطريقة. طبعا عملت قهوة سادة وأخذت معاي كمان الكركديه والتمر الهندي والقهوة السادة وهيك شغلات، وشايفين يعني يعني حتى الحلو كمان ما فرجيتكم اياه، يا دوب قدرت اصور لكم الرز هيك بصحن صغير. شايفين الوصف كثير زاكي وطعمها خرافي، وصراحه عن جد بتشهي. بس لهون وصلت معكم لنهايه الفيديو، باي.